هذا وأعلنت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية نتائج المسح القومية حول الصحة النفسية بشأن طلاب المدارس، وقالت إن نسبة من يدمنون الحشيش وصلت إلى 50%، والفودو إلى 27%، والأقراص المهدئة 45%، بينما وصل مدمن الخمور إلى 42%، والترامادول وعقاقير الهلوسة إلى 34%. وأضافت أن البحث الذي تم إجراؤه في محافظات القاهرة والمنوفية وأسيوط أكد أن أكثر المشاكل التي دعت الطلاب للإدمان هو الشعور بالوحدة والتوتر والمشكلات العاطفية والعائلية. أستاذ مصباح، يعني مؤكد أنها أرقام مخيفة، ويعني لا أدري إذا كنت تتفق معي أنها كانت ربما غير متوقعة. ما رأيك، ما الذي يجب أن تستطيع الحكومة مواجهة تلك الكارثة الضخمة بحملات حقيقية للتصدي لتلك الكارثة؟ هي مخيفة لكن متوقعة الحقيقة من الشواهد اللي بنشوفها، يعني وأسرنا وناسنا وأهلينا بيشوفوها في مدارس، أو الأصدقاء بيحكوا لبعض إنه في أشياء غريبة جدا بتحصل في مدارسنا فيما يتعلق بموضوع الإدمان. الجدية اللي خدت بيها وزيرة التضامن الحقيقة أنا بحييها على مجهودها هنا. عارف طبعا الأستاذ البدري فرغلي ما بيحبهاش، ده موضوع تاني، لكن والصندوق القومي لمكافحة الإدمان وحملته الطريفة والجيدة فعلا اللي قالوا حتى امبارح ان الصينيين يعني خدوا منها جزء، استخدام نجمنا الاعظم يعني الكابتن محمد صلاح في انه يدعو الناس الى انها تبعد عن المخدرات، بتقول انه الصندوق بدا يتلقى الخط الساخن، يعني تضاعف عدد الذين يتصلون به اكثر من 400%. موضوع التعافي والشفاء بيبقى قليل الحقيقه شويه، الفرص قليله، هو الاهم هو من المنبع هو القطع الطريق على مثل هذه العمليات. فاحنا ناخد الاسباب زي ما حضرتك بتقول، اول حاجه الوحده، فمن المؤكد ان احنا لم نستطع بعد ايجاد طريقه في مصر عشان نتعامل مع التكنولوجيا الحديثه ونستخدمها وفي نفس الوقت ايه يعني تبقى التقاليد الاسريه والاجتماعيه شغاله، والاثنين على فكره مش خصوم لبعض، هي عايزه بس قليل من الحكمه عشان نبقى مع اولادنا ومع بعضنا في اوقات مناسبه، وفي نفس الوقت في اوقات يبقى كل واحد له خصوصيته ويعيش حياته شويه. دي واحده فعلا من اهم النقاط اللي في تقديري. طبعا في نقطه شامله تخص المجتمع كله، هي انه يعني ايه فكره انه ما عادش حد بيخاف من القانون وما عادش حد بيخاف من التقاليد. يمكن اذا كان مات يمكن قريب فيلسوف يعني بولندي مشهور الباومان، ونبهني اصدقائي لاهميه اللي هو بيعمله، بيقول دلوقتي فيها في هو مطلع كتاب كده اسمه الاخلاق السائله. بشكل عام في الدنيا وزي ما بقى في بلدنا بقى في ميوعة شديدة في فكرة ان انا عندي قيم متمسك بيها لفترة طويلة ومستمرة، بقت العملية يعني زجزاجية ومتراكمة، وبالتالي على القائمين على تشكيل القيم والضمير من مؤسسات بقى حكومية، مش عايز اعد بقى اعلام وخطاب ديني الى اخره ومؤسسات مختلفة، الى المجتمع والأسر انها تبذل مجهود اكبر. وفي كل الحالات ظني ايضا، ودي نقطه يمكن اخيره، موضوع توجيه الطاقه. يمكن انا فاكر في احد اللقاء كده ذات يعني ايه بعد ما اتقال كتير الشباب والشباب ضد ايه ومع ايه، ففي اجتماع مع مسؤولين كبار كده تصادف ان موجود، انا مش راجل مهم قوي، لكن كان رايي انه موضوع احنا الشباب بالظبط عامل زي يعني في جانب كده زي الاطفال، طول اليوم بيطلع وينزل ويجي ويعمل ويجي اخر النهار عشان يعرف ينام هادي، لكن محتاجين الطاقه دي تطلع في حاجات ايجابيه. وزي يمكن ما الزميل ايمان العراقي كانت كاتبه النهارده، زي ما بنقول الحوت الازرق ده مضر وخلى ناس تنتحر، ايضا في الايه التنافس السلمي او التنافس الجميل على الالكتروني، على الالعاب الالكترونيه حاجه جيده. احنا نفسنا محتاجين يبقى عندنا مجلاتنا للشباب بالمستوى الرفيع، مجلاتنا الالكترونيه شباب مستوى رفيع، ومسابقات، والمسابقات والتنافس واحده من اهم الحاجات في تقدير اللي بتستقطب اهتمام الشباب وتبعدهم عن مثل هذه الطرق.